أشكر سعادة النائب على حرصها ومتابعتها للوقفيات. في البداية سيد الرئيس أطلب حذف كلمة مصادرة. الدولة لا تصادر أي أرض إلا بحكم القانون، فهذا أول طلب سيد الرئيس وأحب أن أثبته في الجلسة. سيد الرئيس، مملكة البحرين لها الحمد دولة مؤسسات وقانون، وإدارة أو جهاز التسجيل العقاري وما كان يسمى بدائرة الطابو أسس في عام 1924، وكان هو أساس تثبيت ملكيات كل عقار ومن ضمنها الوقفيات. سيد الرئيس، كل وقف إن كان من تأسيس إدارة الطابو وإدارة الأوقاف التي أسست في عام 1927، كل ملكيات الوقفيات لها صك ملكية صادر من إدارة الطابو في السابق وإدارة التسجيل العقاري حاليا. هناك ملكيات لدى إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية عمرها يزيد عن 90 عام ومسجل وموثق بأنه هو وقف وهدف الوقف.